عودي معكم للمتابعة كريسمس بلوز. موضوع اليوم يعني على صحة السلامة كريسمس بلوز، هل رح تضيعوا انه شو كريسمس بلوز، سامعين فيها مش سامعين فيها؟ بس هلا بتعرفوا اكتر عنها. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. يمكن الناس يفكروا كريسمس بلوز يعني موسيقى البلوز خصوصي للكريسمس مثلا. لا انا ربطت لهم اياها بالبيبي بلوز قبل يعني بتصور. اوكي، فهي مثل نوع سندروم او ظاهره بتصير مش عند كل الاشخاص، عند بعض الاشخاص اللي بحسوا حالهم بفتره الاعياد بدل ما يكونوا فرفحين ونفسيتهم متفائله وكثير مبسوطين، بحسوا حالهم بالعكس مقبوضين. مرات بيكون عندهم هيك مثل نوع من الحزن، ما بيعرفوا ليه، بيخطر على بالهم كل شيء افكار حزينه، ومرات بتوصل لمرحله بيصير في اكتئاب لانه في اسباب عديده. فمن هيك سموها الكريسماس بلوز، اللي هي اجمالا هالشعور اللي ممكن نحس فيه باي فتره اعياد او فتره احتفالات، سواء كانت كريسماس او غير كريسماس. لكن قبل ما احكي عن المسببات وكيف ممكن نتعامل معها، خلينا نشوف الناس بلبنان بالرغم من الاوضاع الصعبه كلها اللي عم نعيش فيها، شو عم بحسوا هلا بفتره الاعياد. يلا. العيد بيعني لي الاصحاب، العائله، الحب، كل شيء حلو. عيد فرح، شو بده يعني الفرح؟ سعاده ان شاء الله حط كل ايام بتكون عياد. مناسبه للعالم تجتمع والقريبين ويعمل فرح، خاصه هذا عيد الميلاد للاطفال. شو بيعني لي راحه بال والناس تكون مطمنه وعايشه بامان؟ هيدا العيد يعني. في عيد؟ ما في عيد، في عيد بس ما في فرح بنفوس الناس، انا مش مرتاحه نفسيا. بس هن الاولاد اكثر شيء بيبقوا ناطرين العيد، فرحه العيد والهدايا والالعاب. شو بتحبي بالعيد اكثر شيء؟ بتحب هديات. عم ننطر العيد، بننطر لحتى بنبسط. ما في فرحه، ما في فرحه بالعيد، كان في فرحه بالزمانات بالعيد، اليوم ما في. هلا صحيح بيجي عيدهم، بصير نعطي من جوا نحن لحتى هيك ننبسط، بس قلبيا اكيد بنبقى موترين يعني، بلكي لا سمح الله صار شيء. يعني اللي بيتذكر هيك ذكرى أليمة بالعيد، اللي فاد اصحاب، اللي فاد احباب، اللي فاد اعزاء، انه اكيد ما فيني لومه انا، قال له ليه بتزعل؟ حقه. بعدين اهلنا واولادنا برا، وهيدا بنتمنى انهم يجوا يعيدوا معنا. في ناس ما بتجي اولادها او شيء بضلوا موترين. بس انا شخصيا لهلا الحمد لله بعدني بالعيد بنبسط كثير. في حسره، في حسره. ايه يلا بنعاد عليكم ان شاء الله. يعني مثل ما شفنا جوزيف، في ناس متفائلين وعم بيدخلوا حالهم بجو العيد وينبسطوا فيه ويستمتعوا فيه قد ما فيهم، في اشخاص في بقلبهم مثل يعني هيك غصه او حسره، خصوصا المدام اللي قالت انه اللي عائلته برا، اولاده برا، ما بيقدروا يجوا على العيد، او اللي فقدوا اشخاص بحبون او بيقربون كمان بيتذكرون بالعيد، وهيدا بيعمل غصة بالقلب. رح أقول شو المسببات. أكيد من أهمها هي أنه نكون فاقدين أشخاص عزيزين على قلبنا، منتذكرهم بفترة الأعياد، وهيدا اللي بخلينا أنه يمكن ما نقدر نستمتع كتير بالعيد لأنه منستفقد لوجودهم معنا، أو إذا في أشخاص منحبهم برات البلد. مرات الضغط المادي، واللي هو بعتقد كتير بينطبق على وضع الناس بلبنان، الضغط المادي أنه بدنا نشتري هدايا، بدنا نجتمع، بدنا نتعشى، بدنا نعزم، بدنا ننعزم، بيصير في كتير نشاطات اجتماعية وهيدي مكلفة، فبيحسوا في ضغط مادي وهيدا بيعمل لهم ستريس، وبالتالي ببطلوا مبسوطين بفترة الأعياد. يعني لما تكون فترة بسط لهم بتصير فترة ضغط ومتطلبات. قديه صارت الأشياء تجارية، يعني فعلا صارت الأعياد وأكثر شيء عيد الميلاد صار تجاري أكثر، مرتبط بالهدايا بالاحتفالات، عم ننسى المعنى الحقيقي والأساسي للعيد وعم نركز على الأمور الخارجية، وهيدي طبعا إلى دعاية
إلى علاقة بالدعايات والترويج والإعلانات والإعلام، كيف عم بيسوق؟ بس هذا بيعمل حزن يعني الواحد واحد بيعمل حزن، لأنه أنت صرت عم ترتبط بالقصص المادية، فالقصص المادية إذا ما قدرنا نحصل عليها كأنه بنعتبر أنه ما فرحنا بالعيد أو نحن ما عيدنا مثل ما لازم. بالوقت اللي يمكن لو أخذنا المعنى الحقيقي للعيد، كل شخص من أي فئة اجتماعية شو ما كانت ظروفه المادية بيقدر ينبسط بالعيد ويستمتع فيه. دايما منقول يعني عيد الميلاد بيجي وراء راس السنة، منقول خلينا نرجع يلا سنة جديدة، أنا شو صار معي سنة الماضي، شو resolutions أو شو قراراتي لسنة الجاي. دايما بيكون عندنا مرات توقعات كتير عالية ومنقعد منحاسب حالنا ومنراجع حالنا لدرجة زيادة عن اللزوم. ريزوليوشن بنعملها بوقتها وننسى بعد 15 يوم ما تمضى السنه الجديده. ما تمضى السنه، بس بوقتها انه انا اللي بقوله لازم نوقف مع حالنا ونسال حالنا نحن هلا وين وشو بدنا وكيف بدنا نكفي حياتنا، لكن من يعني ما ناخذها كثير بصوره تاخذ حيز اكبر من ما نحن قد ايه عم ننبسط مع العيله وعم ننبسط بجو العيد الحقيقي، لانه مرات يمكن اشخاص يمكن فشلوا بشيء معين بدهم يعملوه السنه، بصير هيدا عم بنغص عليهم انه يقدروا يستمتعوا بهالفتره. الشعور بالوحده سواء اهل اولادهم بعاد عنهم او اشخاص عايشين لحالهم، هيدي بنلاقيها كثير بالمجتمع الغربي وشوي شوي عم بتصير عندنا بمجتمعاتنا، غير متزوجين او عايشين لحالهم فقدوا عائلتهم فبحسوا بالوحده، وهالشعور بالوحده كثير صعب بهالمرحله. فبدنا نشوف كيف فينا نعطي هيك مثل اقتراحات لنساعد حالنا بهالفتره. ده. اول شيء بالنسبه للوضع المادي، ليه ما بنحط لحالنا سقف معين؟ انه انا قدرتي هالقد بشتري هدايا هالقد، الهدية مش بقديه ثمنها غالي، هي بالفكرة اكتر. صح. بتقدر تكون شيء رمزي. سي لو جيست كي كونت. مزبوط. فهيدي كتير بتساعد على انه تخفف هالضغط وبالتالي بتخفف علينا هالشعور بالديبرشن او بالستريس. نجرب نطلع على قصص غير مادية، يعني انا يمكن تكون هديتي للكريسماس انه اقضي وقت مع اعز رفيقة لإلي صار لي زمان ما قضيت النهار انا وياها، تكون هيدي هديتي مثلا، اعطيتها من وقتي او من 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 اهتمامي، اعطي الاهل عاطفه وحنان ووجود معهم، فممكن تكون الهدايا شغله منا ملموسه ومنا ماديه. اكيد بدنا شوي نخفف توقعاتنا، يعني وحده من الامور اللي على راس السنه بيقولوا كثير ناس بيكونوا كمان زعلانين على راس السنه لانه بيتوقعوا انه لما تدق الساعه 12 مثل ما بنشوف بكل الافلام وبكل الهيدا انه لازم يكونوا عم ببوسوا اشخاص ويعايدوا دون. او يتغير شيء فجاه او يتغير شيء فجاه بحياتهم، فهيدي هالتوقعات العاليه هيدي مرات بتخلينا ما ننبسط باللي نحن فيه. فكتير مهم اللي بدي اقوله اليوم انه ننبسط باللي عنا اياه ونقدر ونكون عنا نوع من الامتنان والشكر للي نحن عنا اياه بوجود عائلتنا بوجود اهلنا بوجود اصحابنا، شو اللي عنا اياه نقدر نثمنه اكثر من الامور الماديه. مرات في اشخاص بيكون ضغط عليهم انه بيكون في خلافات عائلية وهلأ بفترة الأعياد بدها تجتمع العائلة والقرايب، فبصير هيدا بشكل عليهم ضغط، أنا بدي أحكي مع ابن عم اللي أنا ما كتير أصحاب أنا وياه مثلا، أو خي أو مثلا مرات. فهيدي بدنا نشوف كيف بدنا نقدر نتخطاها، وبكرة رح تكون حلقتي عن الفورجيفنس أو التسامح اللي هو معنى الحقيقي للعيد وقديه تأثيره إيجابي على صحتنا. أكيد طبعا كتير مهم كتير مهم الأشخاص اللي فقدوا ناس بيحبون وناس عزيزين عليهم، حقهم كتير يزعلوا، حقهم يعني هيدا شيء كتير مفهوم ويعني لازم يصير، لكن كتير مهم نرجع نحط الأمور بإطارة إنه لأنه نحن عم نتذكرهم عم نصليلهم. طبعا في الجانب الإيماني والديني من هالموضوع إنه هو مثل ما قلنا العيد له روحية كتير حلوة، فيعني نتذكر هالروحية هيدي ونصليلهم ونتذكرهم، هيدا بيكون أكبر عيدية لألنا إنه هن موجودين معنا بقلبنا وبذاكرتنا، من ما إنه
نقعد بس نحزن ونخلي الجو سلبي علينا وعلى على على كل افراد على كل حال مرحله وبتمرق يعني ما تخافوا مثل البيبي بلوز انه بتاخذها جمعتين ثلاثه بعد الولاده اوقات بتبلش بعد جمعتين كمان كريسمس حتى في صح في الديبرشن بعد مش الاعياد بس بتكون وين بحب لكم يعني بيخلص عيد الميلاد بيجيكم بعد شوي عيد راس السنه من بعده بيجي عيد العشاء كله رح تعملوا عليه كله في له بلوز يعني لا لا نحن بدنا نلاقي حل انه ما يصير في هالبلوز ونجرب نخفف منها قد ما فينا وهي كلها بالنهايه كيف طريقه تفكيرنا وطريقه تعاملنا مع الموضوع اخيرا بدي اقول الاشخاص اللي بحسوا بهالنوع من الاحباط والديبرشن وخصوصا اذا استمر معهم وقت طويل يعني اذا بس مرحله يوم يومين ماشي الحال لكن اذا لقينا تخطى الشهر كتير مهم نرجع نستشير اختصاصيين هي شغلة كتير مهمة ودايما بركز عليها لازم لأنه بدنا نحل المشكلة من جذورها من أساسا نحلها ونعرف نتعامل معها لو قادرين يستشيروا اختصاصيين كانوا راحوا اشتروا هدايا في لا انا بقول تعرف انا بقول بدل الهديه المعاينه اهم لانه هيدي بتحل على المدى الطويل وعندنا ما تنسى التابو انه عيب نستشير سايكولوجيست يمكن نحن عندنا مشكله او شيء فلا لازم ناخذ راي الاختصاصي يعني انا برجع امنياتي اللي قلت لكم اياها الصبح برجع بكرر لكم اياها يا رب يكون هالعيد عليكم بعيد عن البلوز يا رب بريك وبنرجع خليكم معنا